عندما يتم جلب الاحتلال الإسرائيلي اليوم إلى محكمة العدل الدولية، يعتبر هذا ليس انتصارا للحق الفلسطيني فقط، وإنما انتصارا للقانون الدولي وانتصارا للقيم الإنسانية. حقيقة هذا الإجراء تأخر، وإجراء تأخر كثيرا، وقد بذل وعانى الشعب الفلسطيني الأمرين في داخل قطاع غزة. يعني الآن إسرائيل واضحة أنها في موقع حرج جدا، لأنه لأول مرة يعني تجلب لهذا المكان، ومش بتهمة يعني الخصومات حول أراضي، بتهمة إبادة جماعية، وهي أكبر تهمة، وخاصة عندما تلحق بشعب هو أيضا عانى من محاولة إبادة جماعية، بحيث هناك ضربة للمعنويات وضربة للصورة الإسرائيل التي أعتقد أنها ستكون ضربة قاسية. النهارده جايين نؤدي رسالة المحاماة، وأعظم رسالة لمهنة المحاماة هي القضية الفلسطينية. النهارده جايين نتضامن بالحضور مع دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني الذي قام بإبادة الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والصحفيين، وبشكر دولة جنوب أفريقيا على المهنية. 84 صفحة منهم حجج ومطالبات، وتم إثبات النية العلنية، القصد الخاص، وهي دي أهم سبب في القضية إن شاء الله. بايدن كريمينال.